كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. في الأحرى والحرائر كيفاش كنتواجدوا اليوم هنايا في نقطة عبور ماري واري اللي هي الرابع النقط الحدودية بين مليلية المحتلة وإقليم الناظور، بينها بلينصار وفرخاني وباريوتشينو. كتنضاف لها معبر ماري واري اللي هي واحد أول بوابة تاريخية بين مليلية المحتلة وجهة الريف، وثم كانت لها واحد الانتعاش اقتصادي مهم في المنطقة قبل الاستعمار وفي أثناء الاستعمار وثم بعد الحقبة الاستعمارية، يعني بعد الاستقلال الذي أتى إلى المغرب من أجل المناضلين اللي كافحوا على هذا الوطن. ومن بينهم راه كاينين أناس اللي هم في ماري واري اللي كانوا مقاومين وقدموا الحياة ديالهم من أجل هذا الربع الوطن. إلا وأن نقطة عبور ماري واري كتعتبر واحد النقطة مغلوقة، وفي آن واحد كتعتبر نقطة مفتوحة مادام كاينين أجهزة مغربية، أجهزة أمنية مغربية وأجهزة أمنية إسبانية. إلا في يوم وكتفتح من بين الاثنين حتى اليوم الجمعة، إلا باستثناء يوم السبت ويوم الأحد كتم إغلاقها بشكل تام. كنتواجدوا أن شي مرات كيكونوا أشكال عنصرية في هذا المعبر، يعني كيتم يفتح فتح ويعني كيخليو الناس يدوزوا، وشي مرات كيخليو إلا التلاميذ والأولياء ديالهم. واليوم كانت مفتوحة بشكل تام، إلا أثناء تواجدنا اليوم هنا أثناء المظاهرات هذه اللي كتنضاف لمجلة من النضالات الشعبية اللي قامت بها أهلاس سكان ماري واري من أجل فتح هذا الملف. الهيئة المدنية لمتابعة ملف نقطة عبور ماري واري منذ 2014 جت من أجل الدفاع عن الملف الحقوقي والمطلوبي لهذه السكينة ولجماعة بني شيكر بصفة عامة، حيث معبر ماري واري هو المنفذ الوحيد لجماعة بني شيكار، مع العلم أن جماعة بلينصار تستفد بثلاثة المعابر. وكنتلقاو أن في هذا المعبر ما كيوقعش فيه الاكتظاظ، أن هذا المعبر اللي جات السد ديالو انتقاما من لوبيات الفساد. سياسيين راهم في منطقة الناظور لهم تواطؤ مع أجندات سياسية راهم في الاستعمار الإسباني من أجل إقبار هذا الملف هذا، ومن اجل الانتقام من اولاء المنطقه، ومن اجل هدم البنيه التحتيه، ومن اجل بن البنيه الاجتماعيه والبنيه الاقتصاديه. منذ 2014 وحنا كنناضلوا ثاني اطول اعتصام في المغرب من ناحيه النضالات والمسيرات الشعبيه من اجل هذا الملف. ومن بين هذا الملف الحقوقي المطلب الاول والاساسي هو فتح الفوري لهذا المعبر مع ضمانه المصالح للسكان وللساكنه بصفه عامه. حنا كنعرفوا باللي ان ولاد المنطقه ماري واري وبني شيكر هذا الفخذ، هذا الميز العنصري، هذا الجدار من الممات اللي كيجمعنا بينا وبين خوتنا اللي كيفصل، فصلونا وحرمونا حتى في صله الرحيم مع احبابنا وولادنا وبلاد عائلاتنا اللي راهم في مليليه، حتى هما راهم مضرين من هذا السد. ولا يعقل ان في معبر فرخانه كتجمع فيه 17000 بشر، وفي معبر باريوتشينو اكثر من 10000 بشر اللي كيمتهنوا التهريب المعيشي، هادو كيمتهنوا التهريب المعيشي. وفي فرخانه كاينين الناس اللي ما عندهمش الحق باش يدوزوا من هذا المعبر، ومع العلم تنلقاو ان هناك عصابات اللي كدير التجاره بهم. كاينين عصابات في ماري وفي فرخانه عفوا وفي باريوتشينو كدير التجاره في الناس باش يدخلوهم المليليه، وعلى داك الشيء كيديروا هذه الاكتظاظات، كيقتلوا الناس من اجل لقمه العيش، كيقتلوا الناس باش يدخلوا المليليه يمشيو يقضيوا المصالح ديالهم، ولا يمشيو يخدموا، ولا يمشيو يقراوا، ولا يمشيو يداوي، ولا يدخلوا المليليه. ما يقدروش بهذه الاكتظاظات، ما يمكنهمش يديروا 5 و6 السوايع مع هاد الناس. حنا بغينا الفتح الفوري ديال معبر ماري واري. راه جماعه بني شيكار فيها ازيد من 30000 نسمه، والاغلبيه اللي كندير ما يمكنناش حنا نديروا الاكتظاظات مع الناس ديال فرقانه وناكلوا الدق. ما كاين لا احترام لحقوق الانسان، ما كاين احترام لحقوق المواطنين ولا المواطنه. حنا مغاربه، حنا ولاد المنطقه، حنا ريافه امازيغ ولاد المنطقه، ما يمكنناش نسكتوا على حقوقنا. امور البارح تعرضت لمحاوله اغتيال من قبل عصابات مجهوله في طرق النظم من اجل تصفيه الحسابات. هاد تصفيه الحسابات راه ما غتسكتناش ولا غترجعنا الايام السابقه.
ايام سنوات الرصاص ملي كان كيتم الاغتيالات بالجمله، والملك العجلات الملك محمد السادس اللي راه كيتم عمليات جراحيه كنطلبوا ليه الشفاء العاجل. الله يشافيه. حنا رانا مع الملك. الملك ملك امير المؤمنين في البلاد، وبالتعليمات ديالو حنا كنناضلوا، حنا كنقاوموا، حنا كندافعوا.